أهلا وسهلا فيكم في قناة A and Y Games. في صباح يوم جميل وزقزقة الطيور والعصافير التي تمشي، كنت جالسة مع صديقي اللي شكله غريب وراسي داخل في الكرسي نستمتع بزقزقة العصافير، حتى سمعنا صوت غريب. اشهد، ايش هذا اللي فوق راسنا؟ شو هذا الاشي الغريب؟ مش عارف، معقول كأنه وين رحنا؟ وين أنا؟ إيش هال... لا، إحنا في سفينة فضائية وفي كائن فضائي. استمتعوا في زنزانتكم، أنتوا رح تضلوا هون لوقت طويل. يا كائن فضائي، نحن من كوكب الأرض. راح، ما عم بفهم، شكله هو بكره البشر وحبسنا في هاي السفينة الفضائية جوا سجن، بس أنا لازم أهرب من هذا السجن. الكائن الفضائي هذا كتير شكله مش لطيف، بس ليش حاطت اشي على راسه زي كأنه بتنفس بالأكسجين؟ مش هو كائن فضائي فمفروض ما يحتاج، وأنا الكائن البشري مش حتى ولا اشي على راسي هذا الاشي اللي بتنفسه فيه. طيب المهم، لازم أهرب من هذا المكان قبل ما يطلع هذا الكائن اللي ناوي يحبسنا للأبد، مع أنه كان الجو لطيف، بس ما بعرف ليش اختارونا ياخذونا في السفينة هاي. السلايم المقرف الفضائي تحتنا وعم بنكب من كل مكان، لازم ما أوقع فيه. بسم الله. أنا خايفة. لا، ماتت. أنا حس حالي حموت، منظر الناس اللي بيموتوا بخليني أحس حالي أني رح أموت كمان. هلا لازم أحاول أهرب من هذا المكان بأسرع وقت. إيش هاي الأشياء اللي بنط فوقها؟ ما بعرف، بس ما مشيت عليها. وهلا وين صرت؟ إيش هدول بيطلعوا إشي؟ بيطلعوا هذا الإشي الأخضر الفضائي اللي بيموتني. وبعدين هرجع أدخل جوا هاي مروحة. حتطيرني المروحة. وين أروح؟ مش مفروض أتجه عند المروحة، حروح هون. مروحة تانية حتطيرني. لازم بسرعة أهرب. ما تصرت. إيش؟ قنفوري. شو؟ ما بعرف إشي. بلت هالكائن الفضائي. فاكرين حالكم رح تهربوا بهاي السرعة؟ ما رح تهربوا أبدا، انتوا ما رح تقدروا تنفذوا من هذا الإشي. لا تضغط الزر، تضغط الزر، عنده أسنانه مثل الفامباير. إيش طيب؟ ننفذ من إيش؟ حتى لعلنا مخلوقات فضائية؟ مش حاسة إنه في أي إشي لازم أنجو منه. عادي الوضع هادي. هدول الأشياء اللي بيمشوا لازم ما يفعصوني. طيب رح أحاول إني أخليهم ما يفعصوني، بس كتير سهل، كأنه كتير سهل. أنا موتت حالي لحالي. طيب رح أحاول هاي المرة إني ما أتغابى وأخبط في الحيطة وأنتحر. خلصت. يلا بسرعة نهرب قبل ما يرجع الكائن الفضائي. هاي الباب فتح. طيب وين الباب اللي فتح؟ وين؟ انت اوكي، مادت ايدك عشان نشوف الباب. طيب رح اتسلق على هذا السلم واهرب بسرعة قبل ما يرجع يطلع علينا اشي غبي من الاشياء تاعته. رح اضغط الزر هاد. ايش لازم يصير؟ بطلع لي زي جسر نعبر عليه. بسم الله بسم الله بسم الله. لا استنوني، هاد اسرع ما عندي. الحمد لله عبرت الجسر بسلام، وهلا لازم ما اخلي هاد السلايم الفضائي ياكلني. مش عارفة ايش في هون. طيب رح اكمل بسم الله وحدخل هاي. في هذا الاشي مشيت عليه عادي، فكرته بموت، بس تخيلت انه ما لازم نمشي عليه. ايش هاد اسانسير؟ البنت نزلت تحت وانا طلعت فوق. مش عارفة ايش اخرة الاسانسير هاد. هاي راسها تحت. وينك يا بنت؟ انت منيحة؟ فعصك الاسانسير؟ مش لاقي البنت. رح افتح الباب هذا، وفي هلا نطنطة فوق أشعة الليزر. حاسة النطات تاعتكم كتير سهلين، يعني ولا كأنكم فضائيين متطورين، مفروض عندكم أشياء تكون كتير صعبة، بس لهلا ولا إشي صعب. لازم نختار باب. طيب أي باب؟ هذا واضح مش الباب الصح لأنه البنت ماتت. رح أختار هذا الباب. حظي حلو من أول باب. ونرجع للمراوح، وبعدين مش مروحة، إشي بنزل هذا غاز لازم ننتبه منه، بس عادي هيني مشيت تحته ما صار لي ولا إشي. في حدا مات بس ما بعرف مين. وهاي وصلت هون، فتحوا الباب الثاني. طلعت برا السفينة. لا، بدي أنط على هدول الكواكب والأحجار الطايرة من الكواكب. هاي الكواكب، ما بعرف إيش نسيت أسميهم. كوكب الأحمر هذا لونه إيش اسمه؟ كان الكوكب الأحمر المريخ أظن، إشي زي هيك.
وهاي وصلت هون، رجعت. طب ايش الفايدة اطلع من السفينة وارجع ادخل لها؟ الكائن الفضائي، الكائن الاخطبوطي الفضائي، ابو عين واحدة، ما رح تهربوا ايها البشر، رح ترجعوا هون وتعيشوا معي للابد. ايش انت عن جد ماشي وراي؟ عم تمزح صح؟ انظروا انا وصديقي الفضائي، في كرتون اطفال اشي والفضائيون، نسيت ايش اسمها، كأنها بنت عندها كائن فضائي، طلع كتير صغار يعني بحضروه لعمرهم سنتين ثلاثة. هيا يا كائني الفضائي نلعب ونمرح مع بعض. يلا الكائن الفضائي ماشي وراي بكل لطف ولطافة. ايش بعدين حتضلك ماشي وراي كتير؟ يلا يا كائني الفضائي نتمشى في السفينة انا وياك، عندكم جهاز بعمل شاي، بعمل اي اشي، نعمل اشي في حياتنا بدل ما احنا قاعدين نمشي. يا كائني الفضائي راح هيك خلاني امشي وراح، مش قادرة افهم اشي. المهم لازم نضغط على هاي الازرار عشان نقدر نهرب من هاي السفينة. انا عم بضغط على الازرار، ما بعرف اذا ضغط، ضغطت الزر وتا تا تا تا، ما بعرف ايش صار. بعدين حتحول لكائن فضائي ولا ايش؟ وينه الكائن راح؟ واخيرا في كوكب قريب منا بنقدر نهبط عليه بهاي السفينة. يعني انا حركت السفينة عشان نهبط على كوكب تاني، كوكب المريخ. صح شعوري صح، الكوكب الاحمر كان كوكب المريخ، حياتنا هبطنا على كوكب المريخ بس ما عليه جاذبية، فلازم كتير انتبه وانا بحلق وبطير. وهو ويهي كتير هذا الشعور حلو، نفسي هيك اروح اجرب الطيران. وهو بحكوا اذا الدنيا تطورت بنصير عادي هيك نطلع رحلات على الفضاء نتسلى، او يمكن في ناس بيطلعوا بس احنا لسه ما وصلنا التطور. واخيرا وصلنا. وبعدين ايش في هنا؟ لازم انتبه من هدول الاشياء السخنة اللي عم تطلع، لانه اذا اجوا علي رح اموت. طيب حننزل واحاول اني ما اخبط، ما اخلي في هيكل عظمي لكائن، بس ما شكله كائن بشري، يمكن كائن فضائي تاني ميت هون. بس الكائن الفضائي اللي شفناه مبين رخوي ما عنده عظام. طيب انا منتبه انه هاي الاشياء السخنة ما تطلع علي. وبعدين وين حنصير؟ حاسة حالي رح انزل في هاي اللافا الحمراء اللي تحت. بالاسانسير كتير كتير بطيء، مش على اساس ما في جاذبية؟ يعني مفروض يطير مش ينزل لتحت. طيب وبعدين وصلنا؟ الاسانسير خربان؟ وصلنا؟ ايوه اقل من مهلنا؟ نزول بطيء. طيب وبعدين وصلنا ولا لسه؟ راح احس حالي عم بنزل للابد، خلص زهقت اطلع من اللعبه، حننزل ولا ايش؟ كتير الاسانسير هذا ابطا اسانسير في العالم. يهي وصلت، واخيرا 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 وصلت، مش قادره اتحمل خلص بدي انط. واخيرا خلصت من الاسانسير الممل اللي شكله مقاوم للجاذبيه عشان هيك بكل بطء بنزل تحت. ورجعنا لهذا السلايم الأخضر، في سهم على الأرض بس ما بعرف هذا السهم لشو. وصلت هذا المكان، إيش هذا الإشي اللي أخدته؟ هذا الإشي شلي أشعة الليزر من على الباب الرئيسي، فهلأ بقدر أطلع وأروح على الباب الرئيسي. حياتني طلعت وراح أمشي لحد ما أوصل هون. متت. هاي فتح الباب وهلأ لازم نعبر الجهة الثانية، بس ما رح أمشي على هذا الإشي، رح أضغط الزر هاد ما بعرف ليش، إيش رح يسوي؟ مش مفروض نهرب خلص؟ ضغطت الزر، إيش صار؟ فتح هذا المسكر. هلأ رح أبدأ في الغوص. وهو سباحة 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 سباحة، رح أنزل لتحت في الأعماق، مش عارفة لما شفت المي حسيتها مغلية بس عادي، هيني بسبح ما صار لي إشي. بس غريب كيف في مي تحت، مش في على كوكب الفضاء مي؟ يمكن رح اطلع فوق. اوهو سباحة، ايش في فوق؟ خايفة حس الكائن الفضائي بستناني فوق. وات صرت؟ طلعت على نفس هدول اللي صرنا ماشيين فيهم مليون مرة، وفي هاي المروحة، خلص بكفي مراوح بكفي. المروحة كتير عم ترجعني لورا، رح اوقع. المروحة هاي كتير كبيرة، دقيقة 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 استنوا علي، خلصت. وهدول النطاط بحسهم صعبين، بسم الله. وهو خلصت. ايش هاي؟ هاي اشي بيعملنا تيليبورت، حننتقل على عالم تاني. وين صرنا؟ في كوكب تاني؟ لا كأننا صرنا على قسم تاني من السفينة، وفي اسهم، رح اتبع الاسهم وامشي لحد ما اوصل هذا الباب، مش عارفه ايش رح يكون فيه هون. يي
الكائن الفضائي، انتوا لسه عايشين؟ انا رح افجر السفينة عشان اخلص منكم. لا ليش تفجر السفينة؟ مش ضروري تنتحر يعني، عادي عادي احنا ممكن نتعايش مع بعض. لازم اهرب من السفينة لانه خلاص الكائن الفضائي كتير زهق منا ومن وجودنا في حياته، مع انه هو اللي دخلنا على سفينته وقرر انه يفجر السفينة. رح اهرب. دقيقة. انا خايفة، انا لازم حاسة انه اذا ما هربت باسرع ما عندي رح اتفجر، انا والكائن الفضائي والاشي الاخضر اللي منه لما ينفجر حيطلع وجهي، ما بدي اشوفك وانت بتنفجر. استنى اهرب بعدين فجر السفينة زي ما بدك. هيك هربت؟ لسه ما هربت؟ وين لازم اروح؟ بسرعة، لازم نهرب، السفينة بدأت تنفجر بسرعة. انا ركبت جوا كبسولة فضائية من هدول اللي بنطلقوا من السفينة لما يكون بدها تنفجر، وهيني عم انفصلت عن السفينة وعم بطير في الفضاء. واخيرا. بس وين حنروح؟ انا خايفة اوقع على كوكب تاني يكون فيه مخلوق فضائي شكله مرعب اكتر من هذا الكائن الاخطبوط اللي طلالي. شفنا كوكب الارض، كوكب الارض، واخيرا وصلنا على كوكب الارض. رح ننزل هلا على كوكب الارض. ياي وصلت كوكب الارض واخيرا. واو جابتني السفينة الفضائية. وين عند بيتي بالضبط؟ هيها سفينتي الفضائية متحطمة، جابتني عند حديقة عشان اروح عن نفسي بعد الكائنات الفضائية اللي شفتها. مرجيحة ياي. يما ليش هيك شكل الشمس والكواكب؟ حاسة لسه في كوكبة في الموضوع. لا كأني فقدت الجاذبية، ليش هيك عم بتمرجح؟ ايش صار لي؟ ايش عملت فيه؟ حاسة صار عندي مشكلة. وهاي هي نهاية هذا الهروب من المخلوقات الفضائية. بتمنى تكونوا تسليتوا في الفيديو. إذا عجبكم اشتركوا في القناة واعملوا لي لايك، واشوفكم بفيديو تاني. باي باي.